اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا ما جبت لكم معايا النهارده. واو، دي موبايل ابلكيشن بتاعت بيبي باندا، مكتوب عليها بيبي باص، شكلها جامد جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف الموبايل ابلكيشن الفظيعه دي للاطفال، تعالوا نجربها بقى. بصوا هنا بقى في الباندا وصاحبه، هيعملوا بقى حاجات جامده جدا 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 النهارده. بصوا بقى البيبي هنا بيبي باندا، ومعاه بقى اللاين برضو باندا، لاين صاحبه صغنون. اول حاجه بقى اروح الحمام. بصوا نام تقريبا مني ولا ايه، ممكن يغسل بقى اسنانه، ممكن احنا نحميه ونجرب نحط له الدوش. بصوا هنا بقى في علامه شاور جيل، نحط له بقى شاور جيل ونحميه بالليفه عشان ننضفه بقى، بيكون نضيف ولا اهو. بصوا نضفناه بقى كله بالليفه، الله بصوا شكله بقى كله بقى اصلا عباره عن يعني بابلز، بس صابون مغرقه كل حته. اوكي كده بقى نحط عليه الميه. بص بقى رجع نضيف فولة ازاي، هنحط عليه ميه دافيه. بعد كده ممكن بقى احنا نشفه بالفوطه، هو عايز الفوطه الصفراء، اهو نشفناه بقى بالفوطه. اوكي بعد كده بقى هنحميه برده من ظهره. بص قاعد بيرقص ازاي بقى، ومبسوط جدا ان احنا حميناه. اوكي وبعدين عندي ايه بقى تاني، ممكن بقى ان احنا نقدر ان احنا نغسل له سنينه. ممكن فتح بقى المية. اوكي ممكن نغسل له ايده. بصوا ضوافره بقى عاملة ازاي، ممكن ان احنا نقصها له عشان ضوافره طويلة جدا. اوصلت له بقى ضوافره كلها، بكده هيغسل ايده بالصابونة عشان يستحمى بقى ويكون نضيف فلة. اوكي وغسلنا بقى ايه ضوافره، وبعدين نحط بقى عليه مية. بص بقى نضيف ازاي، مبسوط جدا مني. اوكي كده بقى احنا غسلنا له سنينه، ممكن بفضلي بقى نغسل سنينه او اغسل بقى سنينه. دلوقتي جبت المعجون والفرشه، حط بقى عليه ايه المعجون السنين واغسل له بقى. بص بقى سنينه مصفره ازاي، عاملها له كده بقى كلها، بقت كلها لونها ابيض. يقعد بقى يمضمض ويتف وكده نكون ايه، بص هيمضمض ويتف، وكده نكون غسلنا له سنينه وقصنا له ضوافره وحميناه وبقى كده نجيب فولة. نمسك بقى دلوقتي كده خلصنا كل حاجة، نمسك اللاين صاحبه ونعمله بقى نفس الحاجات عشان هو كان محتاج ان هو يستحمى. هننضفه بقى دلوقتي، اول حاجة نحطه في الشاور وننضفه بقى خالص. اوكي والشاور جل بالليفة، تعكنله بقى جسمه كله. بص بقى كله صابون ازاي، وبعد كده بقى نحط عليه الايه المية، وبكده بقى نكون دعكناله جسمه كله. اوكي اهو جسمه كله بقى صابون اهو. بعد كده بقى دلوقتي ايه حطينا عليه المية، الله بص بقى نجيب فلة ازاي، بقى نجيب فلة خالص. بعد كده بقى هنحط عليه الفوطة اوكي عشان نقدر ان احنا ننشفه. اوكي اهو كده بقى عملنا له بالفوطه، بقى نضيف فل وقاعد بيرقص بقى مبسوط جدا. فاضلنا بقى ان احنا نقص له ضوافره. اوكي بص ضوافره بقى، طبعا ضوافر الاسد شكلها متوحش جدا، هنقصها بقى عشان خطر خالص. بكده نغسل له ايده. اوكي وكده نكون بقى ايه نضفنا ضوافره وقصناها له خالص. بعد كده بقى دلوقتي تاني حاجة، تاني حاجة هنعمل ايه بقى اوكي تاني حاجة هنغسل له بقى سنينه طبعا عشان سنينه اكيد طبعا. بصوا ايه ده، لونها اصفر خالص وعليها بقى ايه جيرمز كتير، نضفناه له بقى دلوقتي وبقت نضيفة فل، هيمضمض بقى. نكون كده خلصنا. اتمنى يا صحابي تكون الابلكيشن الفظيعة دي عجبتكم، بليز قوليلي رأيكم بقى فيها في الكومنتات، بليز متنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشيني يا صحابي، باي باي.